الدستورية والموافقة على عدم محاكمة الرئيس والحكومة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناتكم الكريمة وشكرا لمشاهديها الأكارم. الحقيقة أن هذه التعديلات هي جزء من مخطط يسعى له النظام القائم في موريتانيا لإرقاء السلطة، وهذا النظام للتذكير هو نظام وصل إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري قاده قائد هذا النظام الجنرال محمد بن عبد العزيز على أول رئيس مدني منتخب في موريتانيا الرئيس محمد بن الشيخ عبد الله. هذه التعديلات تم رفضها على نطاق واسع في موريتانيا، اغلب القوى السياسيه الموريتانيه رفضتها، وعلى مدى اسبوعين تظاهر الموريتانيون في الشوارع، طمعتهم الشرطه، اعتدت بالضرب على رؤساء الاحزاب وعلى الصحفيين، ولكن الناس ظلت ترفض هذا الاستفتاء. في يوم الاستفتاء يوم السبت الماضي كانت هنالك اوسع مقاطعه للانتخابات في تاريخ موريتانيا، رغم ان السلطه رغم ان رئيس السلطه الرئيس الجنرال محمد بن عبد العزيز بذل كل ما في وسعه واعلن عن تعطيل كل اجهزه الدوله لمده اسبوعين من اجل تعبئه الناس لهذا الاستفتاء، لكن المقاطعه كانت واسعه جدا في العاصمه نواكشوط وفي المدن. المقاطعه واسعه، المعارضه على سبيل المثال سيد الوديعه قاطعت الاستفتاء وقالت ان عمليات الاقتراع شابه اعمال تزوير، كيف سيؤثر ذلك على النتائج؟ بالفعل هي في الحقيقه عمليات التزوير كانت عمليات رابحه، وكانت عمليات حاولت من خلال السلطه ان تغطي على عمليه العزوف الشامل للموريتانيين عن صناديق الاقتراع. انا قمت بجولة في هنا في مكاتب الاقتراع، وعديد من الصحفيين مثلي قاموا بجولات، ووسائل التواصل مواقع التواصل الاجتماعي عجت بالصور التي كشفت حالة العزوف. الموريتانيين رفضوا المشاركة في هذا الاستفتاء، رفضوا المشاركة في هذا التعديل الدستوري لأنهم يدركون أنه أداة من أدوات ترسيخ التسلط والاستبداد، ولذلك كان العزوف كبيرا، وهذا ألجأ السلطة إلى مستوى من التزوير ربما لم تعهده البلاد عبر كل تاريخها. ففي الحقيقه هذا الاستفتاء مثل صفعه للنظام ومثل رساله طويله. اذا هناك عمليه تزوير كما تقول سيد الوديعه، وحاله من العزوف من قبل المواطنين على هذا الاستفتاء. شكرا جزيلا لك سيد احمد الوديعه الكاتب الصحفي الموريتاني، كنت معنا من نواكشوط.